دعوة لجنوب دارفور هاشم خالد محمود الأئمة والدعاة بولايات دارفور إلى التوسع في نشر الوعي الديني الصحيح بين المجتمعات وفقا لرسالة السلام والاستقرار وتعميم مفهوم الوسطية التي تشكل القاعدة الدعوية للمسلمين جميعا. وأوضح الوالي خلال افتتاح ورشة تأهيل وتدريب الدعاة بولايات دارفور في نيالة إن الإسلام دين الوسطية ويجب معالجة الانحرافات الفكرية التي تدعو إلى الغلو والتطرف بين المسلمين، مطالبا الدعاة بالاستفادة من الأوضاع المستقرة لنشر سماحة الإسلام والتسامح ومحاربة العصبية في المجتمع، وأن تكون منابر المساجد المرشد والموجه لتصحيح المفاهيم. هي ورشة تدعو إلى الوسطية بعيدا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط، فالإفراط هو الزيادة والتفريط هو النقصان، فنحن لا نريد زيادة ولا نقصانا، فالزيادة هي التشدد والنقصان هو التهاون، وإنما هي الوسطية بإذن الله سبحانه وتعالى. دورتنا هذه التي تعنى بتأهيل الأئمة والدعاة بولاية دارفور الكبرى تسعى إلى تجديد معاني الفهم الصحيح للدين وأحكامه في عقول ونفوس وواقع المسلمين، موصولا في ذلك بمغرته أصول الإسلام ومصادره الأساسية بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. من جهته أكد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إبراهيم التجاني أن الورشة جاءت في وقت مهم يحتاج فيه المسلم إلى إنزال المفاهيم الصحيحة للإسلام والدعوة إليها بعيدا عن التطرف والغلو. وقال إن اختيار البداية بولايات دارفور يأتي لأهمية دور الأئمة والدعاة في المرحلة القادمة في التبشير بالتسامح والسلام ومحاربة العصبية الضيقة. أردنا من هذه الورشة أن نقرب بين وجهات النظر وأن ننشر التسامح، لأن الدعاة وهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعية هو نائب وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر، فأردنا من خلالهم إن لم يكن الدعاء على فهم صحيح بالدين، وإن لم يكن الدعاء على فهم الدين من ناحية الوسطية، وإن لم يكن التسامح منتشرا بين الدعاء، فلا يمكن أن يصل هذا التسامح وهذه الوسطية التي ندعو إليها إلى العامة.